اللهم إن نسألك الشفاء للمرضى والرحمة للأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا تقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.